السلام عليكم إخواني إخواتي، مرحبا بكم على اليوم في هذا الفيديو الجديد. إلا كنتم أول مرة تشاهدوا هذه القناة ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، زر الأسود اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تتوصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات ديال التكشيطة المغربية. اليوم إن شاء الله جبت لكم آخر ما كاين في القفطان أو التكشيطة المغربية، آخر ما كاين في الأتواب وفي الخياطة. يعني كما كتشوفوا كاين مجموعه ديال الموديلات بالاتواب ديال الصاريد، كاين اتواب ديال المبره تليجه، اخر ما كاين في الموديلات القفطان المغربي. كنتمنى ان شاء الله هاد التشكيلات تنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم الفيديو كيف العاده ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب زر لايك باش نبقى ان شاء الله دائما نشارك معكم اخر الموديلات ديال القفطان المغربي. للإشارة في هذه الموديلات للاستفادة والتعرف على آخر ما كاين في الموضة المغربية للقفطان المغربي لهذه السنة. كنتمنى إن شاء الله تشكيلتنا الإعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.